السلام عليكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الساعة أن يتطاول رعاة الأغنام في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حفاة عراة عالة، كلها أوصاف للفقر الشديد، رعاة أغنام سوف تحصل لهم نقلة اقتصادية كبرى، يتطاولون في البنيان، يتطاولون يعني يتنافسون في ارتفاعه وكثرته. يتنافسون ايهم اطول بنيانا وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الحفاه العراة العالة من هم يا رسول الله ومن اصحاب الشاء والحفاه الجياع العالة قال العرب فهذا التطاول في البنيان سوف يحصل في جزيره العرب واليوم ترون كيف ان الخليج العربي اصبح اشبه بظاهره خرسانيه عملاقه كما يسميها المختصون حصل هذا التطاول في البنيان في الجزيره العربيه وها هو برج خليفة أعلى بنيان شيده إنسان أطول برج في العالم يقع اليوم في بلاد العرب وجدة تستعد هذا العام لبرج أطول منه برج المملكة ليصبح أطول برج في العالم بارتفاع ألف متر التطور في البنيان سمة ظاهرة في مدن الخليج وهذا أمر لا تخطئه عين وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة انتشار الزنا وظهوره، إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل، يُرفع العلم الشرعي وينتشر الجهل بالدين، ويُشرب الخمر ويظهر الزنا، وكل هذا حصل بتمامه، قلّ العلماء، قلّ طلاب العلم، انتشر الجهل بأصول الدين بين أبناء المسلمين، ويُشرب الخمر ويظهر الزنا. أما ظهور الزنا في العالم فهذا لم يحصل عبر التاريخ الإنساني بهذه الصورة التي نراه بها هذه الأيام، لم يحصل بهذه الصورة إلا من سنوات قليلة في الغرب. ظهر الزنا في الغرب وتقبله الناس بكل أريحية بعد أن كان ممقوتا طوال التاريخ الغربي، وانتشرت المواقع الإباحية. ولو لاحظتم في الحديث الربط بين رفع العلم وظهور الزنا، فإذا رفع العلم الشرعي بدأ الفساد الاخلاقي في الظهور، اذا قل اهل العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم، فزالت الخشيه من القلوب، وتجرأ الناس على دين الله وعلى الفواحش، ولن تقوم الساعه حتى يتهارج الناس تهارج الحمر، يتهارجون تهارج الحمر، اي يرتكبون الفاحشه في حضرة الناس بدون اي اكتراث، واخبر صلى الله عليه وسلم ان بلاد العرب قبل قيام الساعه ستعود مروجا وانهارا، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا، سوف تؤدي الوفرة والرخاء او تغيرات مناخية معينة الى عودة المروج والانهار في بلاد العرب، وهذا كله متوقع في الاعوام القادمة، وبدأت تظهر تباشيره واضحة في بلاد العرب، وسمعنا قبل شهور قليلة عن محاولات فعلية لاحضار جبل من الجليد إلى الإمارات، جبل ضخم من الجليد ينقل للإمارات من أجل إحداث تغيرات مناخية فعلية، فلا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً، ولاحظوا في الحديث كلمة حتى تعود، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض العرب كانت في الأزمنة القديمة مروجاً وأنهاراً، فهل بالفعل كانت أرض العرب مروج وأنهار؟ وليست صحراء كما نراها اليوم. في عام 2012 اعلنت جامعه اوكسفورد عن تشكيل فريق علمي بقياده ميشيل بتراليا مدير مركز دراسات الاثار الاسيويه، وكانت مهمه هذا الفريق دراسه تضاريس الجزيره العربيه، واثناء دراسه التضاريس تم اكتشاف شبكه قديمه من وديان الانهار واحواض البحيرات مطموره تحت رمال الجزيره العربيه، وهذا مصدر الدراسه من موقع جامعه اوكسفورد، لقد تبين ان شبكه انهار وبحيرات كانت تجري يوما ما في جزيره العرب، وهذه احدى الصور التي اخرجها الفريق العلمي لوديان الانهار، فمن الذي اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بحال بلاد العرب قبل الاف السنوات؟ واخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الناس قبل يوم القيامه سوف يتركون ركوب الدواب، سوف يتركون ركوب الابل، مع ان هذا امر لم تكن تتخيله العرب، فالدواب عليها يحملون. وعليها يضعون اثقالهم في السفر، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الناس سوف يتركون ركوب هذه الدواب، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، تترك فلا تركب، لكن البعض قد يستشكل ان ترك القلاص يكون في اخر الزمان، وقت المحن الكبرى ونزول عيسى عليه السلام، وهذا صحيح. لكن هذا ايضا لا يمنع ان تترك هذه القلاص قبل هذا بزمن، خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في حديث اخر، تحدث عن مركبات سوف يستحدثها البشر، فقال سيكون في اخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباه الرحال، سروج كاشباه الرحال، هذه صورة متعينة. في المركبات الحديثة السيارات كأشباه الرحال ليست رحال ولو أكملنا الحديث سنفهم أن المقصود مركبات يركبها أناس مترفون سيكون في آخر أمة رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف كأسنمة البخت العجاف هذا شكل أصحاب الترف من النساء هذه الأيام فهذا التوصيف نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف هذا التوصيف لا يكون لمن يركب الدابة أو الجمل أن تكون زوجته من خلفه كاسية عارية رأسها كأسنمة البخت العجاف، هذا إنما يكون لشخص يركب سيارة، ينزل على باب المسجد، وزوجته في السيارة زيها يفتن الناس، رأسها تبدو من السيارة كأسنمة البخت العجاف، وأخبر صلى الله عليه وسلم بفشو التجارة في آخر الزمان تنتشر التجارة، تنتشر بصورة عظيمة في العالم، وهذا مشاهد هذه الأيام، انظر إلى حجم التجارة العالمية كيف أصبح؟ إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا تسلم إلا على من تعرف، وفشو التجارة، انتشار التجارة، والتنافس الشديد على الدنيا، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، المرأة تنزل لسوق العمل بصورة مكثفة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. ظهور القلم انمحت الأمية من أغلب بلاد العالم، انتشر القلم ومع ذلك سبحان الله قل العلم الشرعي، فكل هذا حصل بتمامه، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. أغلب المعلومات التي نستقيها هذه الأيام من مواقع التواصل مشكوك في صحتها، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. تقارب الاسواق تجد الرجل في بيته يتاجر بماله في شرق العالم وغربه، تنتقل التجارات العملاقه بين اسواق العالم في ساعات قليله. تقاربت الاسواق حتى في اماكنها فترى السوق المول الكبير بجواره في نفس الشارع مول اخر، واخبر صلى الله عليه وسلم انه قبل الساعه سوف يحصل تبدل في المفاهيم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الامين وينطق فيها الرويبضه قيل وما الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه ظهر الحمقى وانتشروا وصاروا نجوما وكذب اصحاب الدعوات الصادقه وتبدلت الكثير من المفاهيم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء أشراطها، أشراط الساعة جاءت ونراها بأعيننا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمم سوف تداعى علينا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أعداد كبيرة لكن غير مؤثرة في العالم، يُجعل الوهن في قلوبكم، وينزع الرعب من قلوب عدوكم. لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت، فهل وجدتم زمانا تنطبق فيه هذه النبوءه كزماننا؟ واخبر صلى الله عليه وسلم ان المال سيكثر في امتنا ويفيض، لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض، اصبحت بعض البلاد الاسلاميه اليوم من اعلى مجتمعات العالم رفاها، ومن اكثرها دخلا على الاطلاق، واخبر صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعه أن تخرج الأرض كنوزها بكميات كبيرة حتى يستغنى عن الذهب لكثرته، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، سوف تخرج المعادن النفيسة من الأرض بكميات كبيرة بأسلوب سهل، آليات متطورة تخرج هذه المعادن بكميات كبيرة حتى تقل قيمتها ويزهدها الناس، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت فالحصول على هذه الكنوز سهل. فلماذا قتلت؟ ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وأنا أصور هذه الحلقة، علمت أن النفط الخام الأمريكي، الذهب الأسود، حصل له انهيار تاريخي في الأسعار. لكثرة المعروض، كميات كبيرة مستخرجة من باطن الأرض، وأصبحت هناك مشكلة في أماكن التخزين، فصار يباع بالسالب، بسالب 37 دولار للبرميل في العقود الآجلة، يعني تشتري برميل نفط وعليه 37 دولار، وأنا أختم هذه الحلقة، أختمها ببشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بانتشار هذا الدين، انتشاره في كل مكان، وفي كل بيت على وجه الأرض. قبل يوم القيامة وقبل نزول العلامات الكبرى، فكما أن هناك ضعفا أصاب هذه الأمة إلا أن هناك عودة قوية لهذه الأمة بعد هذا الضعف، عودة وانتشار لدين الله، عودة لمجد الإسلام، وسوف تفتح رومية. سئل رسول الله: أي المدينتين تفتح أولا؟ القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله: مدينة هرقل. تفتح أولا يعني قسطنطينية وفتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح بعد 800 عام من هذه البشارة وسوف تفتح رومية شاء العالم أو أبا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فمتى عدنا لدين الله عاد المجد لهذه الأمة وهذا سوف يحصل ولا بد والله ليتمن هذا الأمر سوف ينتشر الإسلام في كل بيت على وجه الأرض سوف يدخل كل بيت سوف تصل هذه الرساله الى كل مكان، قبلها من قبلها وتركها من تركها، لا يبقى على ظهر الارض بيت، مدر ولا وبر، يعني في قريه او مدينه الا ادخله الله كلمه الاسلام. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشاره ولم يكن حوله سوى بضعه مئات من الصحابه، بشرهم بانتشار هذا الدين. وبأن هذه الأمة سوف تصبح أمة عظيمة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، سوف تكونون أعظم أمة، وبفضل الله ومع ما نحن فيه من ضعف إلا أن الإسلام صار ينتشر بقوة، والإسلام اليوم هو أسرع ديانات الأرض انتشارا، لم يبقى أصلا إلا الإسلام وبقايا ديانات وعلمانية، هذا شكل الأرض اليوم، إسلام بقايا ديانات وعلمانية، وسوف يصل الإسلام لكل بيت. وسوف يعود مجد هذه الامه اصلح الله البلاد والعباد اللهم امين